جمهور اليوفنتوس، أسعد الله أوقاتكم. يسعدني أن أتحدث معكم طبعا من خلال صفحة اليوفنتوس، هذه الصفحة الرائعة التي تتحدث لجماهير النادي وتتحدث عن كل ما يخص أمور هذا النادي العريق والكبير الذي يعتبر من أحسن أندية العالم، ليس فقط أوروبا وإيطاليا. نادي عريق، نادي تعود على الألقاب والبطولات، وإن غابت الألقاب هذا الموسم هذا شكل حدث غير عادي لأنصار النادي، ولكن بالتأكيد لغة التفاؤل موجودة من أجل عودة اليوفنتوس وعودة ألقابه، لأن السوق التي يقوم بها اليوفنتوس حتى الآن سوق نشطة وعناصر كبيرة، يعني تأكد قدومها مثل بوغبا مثل دي ماريا وعودة المصاب كيزا، هذا يشكل بالتأكيد كما قلنا لغة التفاؤل بأن يوفنتوس سيكون أفضل من الموسم الفائت. وأنا أغتنم طبعا فرصة التقائي وحديثي لجماهير اليوفنتوس على صفحة اليوفنتوس لأقول لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله عيد سعيد على الجميع.